انا جاي اتكلم معاكم النهارده على حاجه مضايقاني جدا بقالها فتره طويله، التنمر على مرضى كورونا. يعني انا عايز اعرف اللي بتنمر ده بتنمر ليه؟ انت معرض يجيلك، معرض اقرب شخص عندك يجيله، معرض اي حد بتحبه يجيله، معرض كمان اللي يجيله ده يموت. ليه ما نكبرش بخاطرهم؟ ليه ما نشجعهمش؟ معلش، ما احنا نزول تجربة وتعدي، ربنا معاك، احنا معاك، احنا جنبك. مش شرط تبقى جنبه، يعني على الاقل شجعه بكلمة حلوة، حاسسه ان هو مهم، حاسسه ان هو ليه لازمة عندك. بلاش كلام سلبي يا جماعة، بلاش كل حد يجيله كورونا تبعدوا عنه تتلاشوه. طب ما انت معرض يجيلك، مش عارفين الايام مخبيانا ايه. وكمان حاجة تاني، التنمر على الدكاترة. يعني حتى دلوقتي الأسوأ من كده، ممكن الدكتور يجي يركب معاك ميكروباص. لا ما يركبش. ليه ما يركبش؟ انت من جوره هتموت على فكرة. انت دلوقتي لو جالك فيروس كورونا ورحت مستشفى مفيش دكتور، هتعمل ايه؟ ما هتموت في الاخر. يعني لازم يا جماعة نقف جنبهم، لازم ندعمهم، لازم نسندهم، لازم نكون معاهم معنويا ونفسيا وكل شيء. محدش كبير على المرض، محدش كبير على المرض، اي شخص معرض يجيله النهاردة عنده، بكرة ممكن يبقى عندك. يا ريت يا جماعة ندعم مرضى كورونا، بلاش الكلام السلبي، يا ريت نصلي لهم. بيبقى موضوع صعب، يعني تخيل كده انك تقعد في مكان لوحدك فترة على ما تخرج منها ولا لا. يا ريت يا جماعة ندعم مرضى كورونا، بلاش كلام سلبي. شكرا.